السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتاخد أدوية كالسيوم ومكملات الكالسيوم، إيه أفضل وقت تاخد فيه الأدوية دي؟ ناس كتير بتاخد أدوية كالسيوم ومكملات كالسيوم بطريقة غلط، عشان كده مش بتستفاد منها. هقول لك على أهم أربع عوامل أساسية ورئيسية بتحدد إمتى تاخد أدوية الكالسيوم بطريقة صحيحة. أول حاجة نوع الكالسيوم اللي موجود في المكمل الغذائي، علشان كده لازم تقرأ الورقة اللي موجودة على العلبة علشان تعرف نوع الكالسيوم اللي موجود في المكمل الغذائي. فلو كان كالسيوم سيترات خده مع الأكل أو بدون الأكل، ولو كان كالسيوم كربونات لازم تاخده مع الأكل، لأن الحمض اللي بيتفرز في المعدة وقت الأكل بيساعد الجسم على امتصاص كربونات الكالسيوم. تاني حاجة إجمالي الجرعة اليومية من الكالسيوم اللي بتاخدها. تعرف إن الكالسيوم يمتص بطريقة سليمة لما بيتاخد بجرعات صغيرة مش جرعات كبيرة، يعني في المرة الواحدة بيكون أقل من 600 ملي جرام. علشان كده الناس اللي موصوف لها 1000 و1200 ملي جرام يوميا لازم تقسمها على جرعتين في اليوم. تالت حاجة الأدوية والمكملات الغذائية اللي بتتاخد مع الكالسيوم. تعرف إن في أدوية لو اتاخدت مع أدوية الكالسيوم هتتفاعل معاها وتقلل تأثيرها، زي المضادات الحيوية وأدوية البيسفوسفونات اللي بتعالج هشاشة العظام وأدوية الضغط، وبالتالي بتقلل تأثير الأدوية دي لو اتاخدت مع الكالسيوم. رابع عامل رئيسي ومهم نوع الأكل اللي أنت بتاخده مع أدوية الكالسيوم. نوع الأكل مهم جدا، لأن الكالسيوم بيأثر على امتصاص جسمك للحديد والزنك والمغنيسيوم، علشان كده لازم تاخد مكملات الكالسيوم في وقت مختلف عن الوقت اللي بتاخد فيه الوجبات الغنية بالفيتامينات والحديد والمغنيسيوم والزنك. وطبعا قبل ما تاخد أدوية الكالسيوم لازم تستشير الدكتور بتاعك، علشان هيقول لك النوع المناسب والجرعة المناسبة والأوقات المناسبة ليك علشان تستفاد من الكالسيوم اللي بتاخده وما يأثرش على أي أدوية تانية بتاخدها. كده يبقى انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة. لو عندك اي سؤال او استفسار بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وهرد عليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.